السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كدير مع الصحة هانيين. نتمنى وياك تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. بصراحة نصلكم هذا الفيديو وانتم ان شاء الله عندكم رازقين الله بالصحة ويرزقكم الله بالشفاء. اللي هو مريض الله يشافيه، واللي عنده بيدات الله يصلحهم ليه يا ربي، واللي في شي بالو شي حاجة زوينة الله يصدقها ليه والله يكمل عليه يا ربي. البنات كنشكركم بزاف على التعليقات اللي خليتو ليا، كنشكركم على اللي كتقول لي انا عندك داخله جديده في القناه. كنقول لك اختي مرحبا بك والف مرحبا، وما تنسيش ديري جيم، تكتبي تعليق وتابوني يا البنات، تابونوا معايا البنات باش تكبر هكا القناه. انا كنشرط عليكم كنشرط عليكم ياك، سمحوا لي بزاف لا كنطول عليكم. البنات اللي كيسولوني انا فين كاينه، انا البنات كاينه في كازا، يعني بالضبط في البرنوسي الازهر، ومرحبا بكم كاملين. حاولي تواصلي بيا في التليفون وانا نعت لك فين كاينه. البنات اللي كيقولوا لي بانك ما كترديش عينها، لا كنرد على كل وحده، كنرد عليها في التليفون وحتى في الواتساب، ماشي ضروري في نفس البلاصه راني شاده التليفون صيفطي رد عليك، لا عندي واحد الوقت اللي كيكون يعني مساليه ما عنديش محل فيه الكليان نقدر نجاوبك فيه، ولا كنخلي حتى كندخل الدار ان شاء الله وكنرتاح، وعادك الساعه كنشد التليفون وكنجاوب على كل وحده سولاتني. ومرحبا بكم، خصكم غير شويه الصبر معنا، انتم صبروا معنا الله يرحم لكم الوالدين. البنات اليوم البنات عندنا جليبات تاع البيع، تاع البيع كيف قلت لكم غيكون فيهم واحد رومي شويه، واحد سولد ان شاء الله يكون خير. نتمنى يعجبوكم، ونتمنى ان شاء الله اللي عجبتها شي جلابه تكون في الطايه ديالها ان شاء الله باذن الله. نبداو بهذه الصفيفره البنات، هذه في الكريب صفيفر بناني، هذه كلها مخدومه باليد، مخدومه بالراندا، وهذا الطرز الفاسي برا يعني باليد، كلشي باليد. هذه البنات عندنا فيها يعني كلها غتخدم لكم، يعني كلها البيع ب 700 درهم، عقلوها البنات كلها هذه ب 700 درهم. صفر بناني هذا غير سولد، يعني ماشي ملي دوموندي عليها شي لون واحد اخر او في شي عبر واحد اخر تقول لي لا قلتي 700 درهم البنات، لا هذا غير البيع فيه سولد. عندك الكتاف البنات عقلو، العبار فيها 40 في الكتاف، 62 في الكمام، والصدر 29، الحزام 28، الحوضة البنات اللي تحت من الحزام 32، والطول ديالها متر و 39. هنايا في بلاصة البرا اللي كنقول لكم البنات بلاصة الجلبة فيها 22. صافي البنات عقلوا معايا، عرفتي كتنصهر هكا شدي هكا باش مابقاش نعلق هكا. شوفوا هادي حتى هي البنات في الكريب، في الكريب غزال، كريب مزوق وطايح نازل سير حاجه غزاله، مخدومه خفيفه، مخدومه بالضفيره والطريسنه حتى لتحت البنات، صراحه غزاله فيها شفتحاتها البنات، ثوبها غزال ولوين تا هو زوين. هادي كامله البنات ب 500 درهم فينيسيو، ماشي تقولوا بان البيع والسولد راه فيها شي خدمه يعني ناقصه، لا الخدمه كلها غزاله البنات. هانتوما الفينيسيو كيف كنقول لكم ديما مدرقه الماكينه، وش حد ما نقيه الضفيره بالطريسنات يعني متوله يعني غزاله. شوفوا البنات الخدمه، والثوب ديالها غزال، مخدومه حتى لتحت بالدريسات بجوج اللوان بالضفيره. نقول لكم العبار ديال هاد ديال البنات عقلوا على الثمن 500 درهم، والكتاف عندنا 40، الكم 61، الصدر 30، 29 في الحزام، عندنا في تحت الحزام يعني الحوض 33، والطول ديالها متر و 40، بلاصة الجلبة 23 البنات. هايا اللي عجباتها ومعقلاتش على العبار تعاود الفيديو وتصنت العبار مزيان، إلا كانت غتكون في العبار ديالها دوموندي عليها وصيفطها لها في الأمانة. هاد الثمن اللي كنقول لكم بدون امانه، هذيك الساعه لو بغيتها شي وحده خارجه من كازا تزيد 50 درهم ديال امانه البنات، هكا باش نوضح كل وحده. هكا فاطمه الزهراء هادي كاشمير، ولكن ماشي غلات بزاف، كاشمير دي مي سيزون. هادي بصراحه فيها طرزه باليد ونص ثوق بالمرمه، يعني هادي حتى هي غادي ندوزها ب 500 درهم البنات، شي حاجه غزاله. نوريكم العبار ديالها، عندك المرمه بعدا نوري المرمه ديالها نص ثوق وبالطرزه بالصوفه باليد. هذه كتبقى الكتاف 40 والكم 55، الصدر 26 طايه صغيره البنات، الحزام 25، والحوض 27 طول متر و 30 البنات، هذه طايه صغيره. هذه البنات فودان، فودان فيها خدمه المعلم من بتا، بصراحه هي غزاله
ميمات هاد ديال البنات كامله ب 600 درهم. الفودان ديالها يعني ماركه مزيانه، ما كاينش تحباب، ما كاينش يعني تنسال، ما كاينش يعني شي حاجه غزاله. نعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 40 والطول ديالكم 61، الصدر 30، الحزام 29، وتحت من الحزام الحوض 31، والطول متر 44 بلاص الجلبه 23. هادي 44 بنات انا كيقول انا طويله ما كنلقاش العبار ديالي، ولا جاتك اختي طويله باش تنقصيها شويه في الطول ماشي مشكله البنات. هاي كي قلت لكم الثمن ديالها 600 درهم. كاين هاد الكرونه دم الغزال البنات، راه اللون ما عطيش نفس اللون حقه في الكاميرا، هذا شويه غامق دم الغزال، واحد الكرونه غزاله ماشي حمراء، كرونه غزاله، ولكن راه الكاميرا ما كتعطيش اللون بالضبط. تقريبا غنحاول تقريبا هاد اللون البنات، شفتي هذا هو اللون ديالها بالضبط. هادي منبته البنات، هادي كامله ب 700 درهم، يعني بالتنبات ديالها بالثوب بالقريب ديال 250 البنات، ماشي قريب ديال رخيص ولا شي حاجه. راه عندي انا بحال البيع بحال الخدمه ديال الناس، كندير كاليتي زوينه. هاهي الخدمه نبات البنات، نستوق خارجه ايفازي بلا فتحه. عقلوا معايا البنات العبار، عندك 40 و 62 في الكم، 29 في الصدر، 28 في الحزام، عندنا 33 في الحوض، ومتر 35 في الطول بلاص الجلبه البنات 22، حيت كل اللي كتكون عامره هنا في بلاص الجلبه ما تجي، وقيت تكون العبار يجيها وهنا ما تجيش. المهم انا كنقول العبار كامل باش تعرف العبار ديالها، تعبر شي جلابه تاعها وتشوفها واش نفس المطابق على العبار اللي عندنا عجبتها شي جلابه. شوفوا هذا اللون اللي ولا مؤخرا يعني دارج في السوق، شي حاجه غزاله في الكريب تاع هي. هذه 500 درهم البنات، تزرباتي بالماكينه، شفنا خدمنا واحد صفر بناني مع الموف مع هذا اللون اللي هو مخضر شويه يعني طالع شويه على الخرج فيه، جات غزاله. خدمنا ونص السوق بالطريسنة البنات والعقيدات، خارجه ايفازي فيها الطرزه هنا البنات، بس لي الجيوبه كاينه طرزه، جات زوينه البنات. الكرب ديالها حتى هي ماركه غزاله، طرزه في الكم. انتهى لكم البنات بالطريسنات ما مدرساش. هادي اختي الكتاف ديالها 38 والكمام 60، 28 في الصدر يعني طايه شويه صغيره في الصدر، الحزام 27، الحوض 31، والطول متر 37 بلاص الجلبه البنات 22. عقلوا البنات، اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها ليا ان شاء الله، واللي عجبتها نخليها ليها. هذا البنات شانيل، شانيل بالدبانه حتى هي البنات 500 درهم. هذا ثمن غادي الصوت ماشي ديال ديما، باش نعرف دوموندي شي وحده شي وحده بحال هكا شانيل، ولا دوموندي لا شي بياسه وتقول لي راك راكي خدمتيها راكي قلتيها غير ب 500 درهم بتوبها. لا انا كنقول هذا حاليا غا صولد البنات، كنأكد عليها مره اخرى، بصراحه غزاله. انتو البنات الدبانه بجوج الوان وتوف شانيل، نعطيك العبار ديالها، طايه شويه صغيره البنات، 37 الكمام 58، 27 في الصدر، الحزام 24، والحوض 28، الطول ديالها متر 31 بلاصة الجلبة هنايا 20 البنات. هاي في شانيل البنات، اللون ديالها جاي ماغو مع الباج، جات غزالة كراميل، جا غزال واحد ماغو بحال شكل تاع كراميل البنات. هاد البنات واحد التوب كيقولوا ليه كريب بحال شكل ديال الكمخه، كنقلب عليها البنات الكمخه هادي، هابطه حتى لتحت، حتى هي ب 500 درهم، عين عقده حتى لتحت، فتحه القدام، خدومه بكطرفيل، فازو وقتنا بكطرفيل بالدولار بالكري، بنات مدرسه الكمخه في البلو مارين البنات.
العبار ديالها 42 في الكتاف، صدر 29، بولكم 59، الحزام 27، والحوض 31، طول متر و 28. هنايا 21 البنات، هاهي بلو مارين مخدومة بالقري، يعني مزوقة بالقري البنات. هادي عاوتاني شانيل مخدومة بنص ثقب العقيدات، يعني جوج الوان، وفيها هنا البرشمان، شبيكات في البرشمان هابطة. بصراحة جات هي زوينة، فيها واحد المزرق اللي كيقولوا لي السكر يا البنات، يعني شناهي السكر، هو اللون ديال كاغد ديال السكر ديال القلب ديال السكر اللي عقلتو عليه. ها هو اللون ديالها، وفيها العقيدات جات غزالة. انا كنقرب باش تشوفوا الخدمة، شفتوها البنات؟ هادي كاملة ب 400 درهم البنات. عندكم الكتاف، عقلوا البنات، الكتاف 41، ولكم 58، 29 في الصدر، الحزام 28، الحوض 30، والطول متر 31، 22 في بلاصة جلبانة التركيز البنات. هاهي شفت هاد، تا هي مدرسة البنات. هادي في المليفة البنات، مخدومة بالكروشي، ولكن الكروشي يعني غزال، مخدوم بحال اللي شفتيها، تقولي بانه راندا. شوفوا هنا البنات، شوفوا هنايا، هذا راه البريد باش مخدومه، صراحه غزاله. هذه كامله ب 700 درهم البنات، بثوبها بخدمتها بكلشي، لا والثوب ديال المليفه ديال 250، يعني مليفه رقيقه حرير غزاله طايحه. عرفتي حالا ملي كتقول غزاله راها غزاله بصراحه. اللون حتى هو زوين، جاي واحد الغوز اللي رايم الموف البارد. نعطيكم العبار ديالها، عندك في الكتاف البنات 42، 61 في الطولكم، 30 في الصدر، و 29 في الحزام، والحوض 33. الطول ديال الجلابه متر و 36، شي حاجه زوينه. هنا بلاصه البرا عندكم 23 البنات، ها هي خارجه ايفازي، فتحه القدام وحده، كاينه واحد العقيقات نازلين في الهبطه البنات، وكاين هنا العقيقات وسط الراندا، يعني وسط الراندا مخدومه بالكروشي، ولكن كروشي رقيق على شعره. شوفوا هادي البنات، حتى هي زوينه في الحمر، يعني ماشي حمر حمر، واحد الحمر غزال، ولكن التصويره ما كيعطيش حقه في الكريب. طرزه في الكميمات، صدر مستوق، هادي بالثوب بالخدمه ديالها كامله، يعني كطيح ب 14000 ريال، 700 درهم. راه نسيت بلي انا خصني نقول الريال والدرهم، حيت كل اللي ما كيفهمش الدرهم كيقول لي قولي بالريال، وكل اللي كيقول لي ما تقوليش بالريال قولي بالدرهم، قلت غنقولهم بجوج. هادي 14 ريال 14100 قفرت 14000 ريال البنات، والدرهم 700 درهم. عرفتي انا ما نقطعش الفيديو، غنخلي هكا تخليو التلفه، شوفوا التلفه ديال حنان. هادي الطرزه باليد، كنقولوا لها الطرزه التونسيه البنات، ومعاه البريد هنايا. نقول لكم العبار ديالها، العبار ديالها راه كنقولوا مزيان ما تخافوش عليا، 42 في الكتاف، و 60 في الكم، 29 في الحزام، 27 في الحزام، 29 في الصدر، 27 في الحزام، والحوض 31، والطول متر و 38 البنات، بلاصة تركيز الجلبة 21، غزالة في الكرب ديالها، غزال طيح غزال. هنايا البنات هادي في المليفة، هادي البنات في المليفة، المليفة مخدومة تزرباطي البنات، هذا والزيتي صراحة غزالة، اللوين ديالها كيف كيبان لك. غنقول لكم العبار ديالها، عندنا الكتيفات الصغار، هذه طاية صغيرة، اللي كيقول لي ما كديريش طاية صغار، أنا عندنا طاية صغار دابا البنات. عندنا في الكتاف 35، وفي الكمام 58، الستر 26، والحزام 23، تحت من الحزام الحوض 30، دايا في الحزام 25 البنات، والبلاص البراع 20 البنات. هاي في الزيتي في المليفة مخدومة بطنز رباطي ماكينة، اللوينات اللي دخلت فيها نتوما البنات،
خدوهم هنا بالقرمط مع الضفيره. عندي الطرزه هنا في الكمام، صافي سالينا. بغيت نقلب شنو اللي فيه الصلصه. سالينا البنات، البنات كيف قلت لكم اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها ليا ونعاود نقول لها الثمن ديالها، ولا كنتحاول تشوف هي اصلا تشوف غير الفيديو وتعاودوا مره اخرى، راه غادي تاكد من الثمن، تاكد من العبار وتصيفطها لي، نخليها لها ان شاء الله باذن الله. البنات الثمن اللي قلت لكم ما داخلاش فيه امانه، اللي خارجين بالنسبه للخارجين من كازا ما غاديش ياخذوها من من المحل، اللي غتجي من المحل غتاخذ بنفس الثمن، ولا غنصيفطها لها غتزيد 50 درهم ديال الامانه. وشكرا بزاف، وما تنساوش البنات بالجيمات ديالكم بالتعليقات ديالكم، ومرحبا بكم كامله البنات فيديو واحد اخر ان شاء الله باذن الله.